السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو احنا عايزين نضيف انعكاس لأي عنصر، طبعا ممكن من خلال الماتيريال، بس ممكن نعملها من خلال ان انا ادخل اضيف افكت، اقول له ان انا عايز اضيف افكت خاص بيه الريفليكشن. طيب هقول له هنا بقى ان انا عايز احدد عنصر، وليكن مثلا الأرضية اللي تحت ديت، فاقول له بلس. ممكن تضيف بقى ايه الجزء اللي تحت دوت اهوت، ممكن تقول له بلس وتضيف جزء اخر بالشكل دوت، يعني تقدر تضيف اكتر من مكان. اقول له اوكي. لاحظ لما تفعل حاجه هتلاقي ان في انعكاس ظهر معاك. تمام، ممكن تقول له هاي تخليها اكتر. طيب خلينا نلغي المؤثر. ممكن تقول له الريفليكشن ده تلغيه. لاحظ الأرضية اختفت ازاي، التأثير اللي فيها تظهرها يبدأ يعمل لي انعكاس لكل حاجة موجودة فوق، فبيعمل في كأن البلاط اللي تحت دوت فيه زي نوع من أنواع المراية، فأنت شايف المبنى.